السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ايوا كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، دابا حنا خرجنا باش ندير لكم واحد الفيديو من المغرب الفوق، يعني مور المغرب كما كتشوفوا الناس كيتحركوا شويه. كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، ندخلوا من هذا الشارع هذا، خليكم معايا. ايوا نتسناو الفيروج، نتسناو الستوب حتى يشعل، ايوا كاع ما كنتي والو، ولدي كي داير؟ لاباس عليك؟ مخبع تما كاع ما كتقول والو، واش جبتي الطابليت ديالك عاوتاني؟ لا اللعاب، جبتي اللعاب، واخا إلا كان اللعاب كاع مزيان، ايوا صافي. ايوا ولدي راه جاب معاه اللعاب باش يلعب في السيارة. ايوا شوف ها؟ انا كاع ما كنسمعك شنو كتقول، عادي يسمعوك المشاهدين عادي. ها؟ فاش كنبقى نهضر كيبقى يجيني مومان، نبقى نهضر وصافي هداك الشي كيجيني مومان، احسن نبقى نتحرك. احسن تبقى تتحرك؟ تحرك مزيان، اللي كيتحرك راه مزيان، ها؟ اللي كيتحرك مزيان، ها؟ إيوا اليوم غادي نطلعو الفوق نديرو شي دورة، هاد البلاصة ديال انا قانص الدازي الدام مسعود. ها؟ الدام مسعود. الدام مسعود الدام مسعود. لقيت الدور ديال الدام مسعود نهار. بابا. قراتنا بالعربية. ايوا انا نسيت تلفت اولي تلفت واش صحاب الكلام. والمشاهدين الكرام كما كتشوفوا غندير واحد الدورة في دار مسعود كاينة غير هنايا، ها هي دابا كما كتشوفوا الناس راه كيتحركوا. دار مسعود دار مسعود عنده بوله، هاو بوله فين هو؟ هو فين؟ هاو في داك الحال. داك الحال واخا نشريه لك، علاش لا؟ يلاه سير. واش انت ما عندك الزهر؟ ما عندك الزهر؟ كاع ما عندك الزهر. دام مسعود اخوتي هو هذا. دار مسعود هذا، دار مسعود هذا بالليل كما كتشوف. دار مسعود اخوتي كما وقهوه حلو دابا رمضان. واش دابا صافي كيحنوا القهاوي؟ صافي دابا كيحنوا القهاوي وكيحنوا القهاوي. دابا يحلوا كلشي لحقاش الصيف. الصيف الخميس. دابا غادي يحلوا كل الصيف، غادي نمشي العوم. ايوا كيعجبك العوم ياك؟ كيعجبك تعوم ياك؟ اييه. دابا نديك تعوم. دابا نديك تعوم، دابا نديك تعوم. ودا
من السعوده المشاهدين الكرام كما كتشوفوا من السعوده ايوا ما عارفين كتخرج هذه الزنقه هذه ها جيت لواحد الخطره والتين بالليل بحال الا طلفت شويه ياك عرفت فين كتخرج فين كتخرج هي هنا يا سيدي اه دابا عرفنا دابا غادي ندورو مع هذا الشارع هذا كتخرج واحد دربنا واحد البليصه ما عرفتش شنو سميتها ياك ايوا حنا كاع نطلعو من هاد الشارع هذا في داك الضوء بابا كتعرف في دار مسعودة دار مسعود؟ سعودة مسعودة؟ لا ما كان عارف انه دار مسعودة ها؟ هذيك اروع هذيك اروع بلاصة يا ولكن ما عقلتش عليها ما عقلتش عليها ما عقلتش فين ما عقلتش فين الزايد واش هنا في الحسيمة بعدا؟ واش تخسر الحسيمه وخصنا نقلبوا عليها دابا انا وياك ياك داخل الحسيمه وانا كنا قريب للباب ديال خارج الحسيمه يا كيخرج من الحسيمه تما يا انا غنيت اصلا في تما ودابا نقلبوا عليها انا وياك نقلبوا عليها انا وياك كاع ما كتسمع شنو كتسمع الهضره تما وصايا با كتسمعني دابا لا ما كنسمعكش ودابا وصايا با وصافي صافي ما تغوتش بحال هكاك شنو كدير انا ما فهمتش شنو كتقول وصايا با آه. واحد الصحراويين كيبقاو يقولوها يا واش تي كان عندك تمجي تما كاين حان ما كاينش دابا نمشيو للجيم غدا دابا نقلبك على شي حان وتشري ابولو يلاه هي هنينا وصافي غير هنينا غير هنينا من هنا فاش كنا راجعين من هنا فاش جينا من هنا ودابا حنا غنهبطو لجهة أخرى غنهبطو لجهة أخرى ودرنا واحد الدورة في كيسميتو كيسميتو هذا ودو كيسميتو شنو هي؟ هذيك البلاصة اللي مشينا ليها دابا دار مسعود دار مسعود واش تي بعد انت كتعقل دار مسعود دار مسعود دار مسعود واش تي وراك يعقل عندي واحد الولد كيعقل ظريف ياك ولا لا؟ ياك بعد درنا واحد الدورة على المشاهدين الكرام كما كتشوفوا الحسيمة الليلة راه كتشعل تشعل السيد اللي كنمشيو عنده دائما ياك ايوا نشوف على القات عوض باقي حل راه داز الوقت دابا ما بقى يكون حل ولا ما غاديش يكون حل ربما غادي يكون حل ايوا على الله يمكن نلقاو حل لا نشوف ها هو حل بعدا واخا
سير شوف عنده واش عنده شي بول ولا نوري لهم بول واخا ولدي شرا بول ها هو ها الان ولكن كاع محليتي ها هو شوف ايوا شتيهم في الصحة والراحة يلا هاك ايوا شتيه كنجمع اللعاب كتجمع اللعاب واخا واجبه والمشاهدين الكرام كما كتشوفوا نتمنى يعجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا باللايك ما تنساوش المشاهدين الكرام وتطلعوا القناة بسيط قز زرس وكنتمنى لكم يعجبكم هذا الفيديو ودينو زين وكنتمنى لكم عاود رمضان رمضان كريم مع انه عيد مبارك سعيد ونتمنى وما تنساوش تطلعوا لنا الفيديو لحقاش ما عندنا هي 100 هي شويه اما انا بغيت مليون ياك بعدا يا الله عليك واش تي ايوا كل الله يعاونكم السلام عليكم الله يعاونكم سلام بكم ولكن يلا تبعونا كنما ما تنساوش تطلعوا لنا قناتنا ما طلعتوناش القناه انا غادي نغضب منكم يلا السلام عليكم وبسلام السلام عليكم كنتمنى لكم رمضان كريم يا سلامكم.